دعونا نتخيل للحظة ماذا سيحدث لو انطفأت شمسنا فجأة لمدة ساعة أو لمدة شهر، أو دعنا نقول حتى لمدة عام كامل. ماذا سيحدث للبشرية؟ آخر الفوتونات من سطح نجمنا وآخر الجسيمات التي تشكل الرياح الشمسية بدأت رحلتها الأخيرة نحو الأرض. لا أحد يشك حتى الآن في أن قلب نظامنا الشمسي قد توقف عن العمل، وبعد 8 إلى 9 دقائق تتحول السماء فجأة إلى اللون الأسود. الظلام يحيط الكوكب بأكمله، بغض النظر عما إذا كان الظلام العميق في منتصف الليل أو في الوقت الحالي. أصبحت النجوم الآن مرئية بوضوح على خلفية السماء السوداء الشفافة. القمر غير مرئي على الإطلاق، لأنه لم يعد هناك أي ضوء شمس لينعكس. قد تظهر الأضواء الشمالية الساطعة بسبب التغيرات في المجال المغناطيسي حول الأرض والاضطرابات في طبقة الأيونوسفير. النتيجة الأكثر فظاعة على الإطلاق هو التوقف التام والكامل لعملية التمثيل الضوئي، مما أدى إلى توقف النباتات والبكتيريا الزرقاء عن إنتاج الأكسجين، وهذا سيؤدي قريباً إلى تحديات لكل كائن حي.